السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجميع شبكة سيستم غلاية مركزية، سخان مركزي بالغاز الطبيعي وسخان كهربائي مركزي. مبدئيا حضرتك انا عندي اربع ضغطات، اربع ريزرات، اخدنا الاربعة راجع، ادي 1 2 3 4. الاربع ضغطات دول حضرتك جم دخلوا كل خط عليه محبس زي ما سيادتك شايف كده، ركز معايا، ماسورة ماسورة. الاربع ضغطات خدنا الاربع محابس اللي هم الاربع رواجع، واخدناهم على محبس تاني هنا. جينا هنا حطينا حساس حراره، جينا هنا ان شاء الله هنحط فلتر تنقيه الشوائب، جينا نزلنا هنا على ترومبه الراجع. هنا عاملين 3 ترومبات راجع على التوازي مش التوالي. على التوازي ليه يا باشمهندس؟ عشان خاطر لو دي عطلت هقفل المحبسين بتوعها دول اشيلها، الناس التانية شغاله مفيش اي مشكله اطلاقا. تعالى اقف هنا بعد اذنك على الترومبات هنا كده. يبقى انا كده حضرتك عندي المحبس ده والمحبس ده، لو عندي صيانه هقفل ده واشيل الترومبه، الناس شغاله معايا من تحت مفيش فيها ادنى مشكله اطلاقا. هنا محبس في الدخول، السهم بتاع الترومبه بيكون في اتجاه تركيب الغلايه، شيك بلف عشان خاطر الترومبه دي ما تجيبش على الترومبه دي تاني، يبقى الشيك بلف بيحدد اتجاه سريان الميه. يبقى الشيكات بلف دي كلها الترومبات دي بتسحب من الخط اللي جايب من الفيلا هنا، كل الترومبات دي كده بتسحب بتضخ في الخط ده. جينا عند الخط اللي هو التاني، جينا حطينا محبسين يمين وشمال. انا عندي غلايتين، غلايه يمين وغلايه شمال، يمين غاز شمال كهرباء. هنا حطينا محبس وشيك بلف، محبس ان هو اتحكم في الميه داخله على الغلايه، وشيك بلف بيحدد اتجاه سريان الميه. نفس الموضوع الناحيه الثانيه، محبس اللي رايح لترومبه الراجع رايح يدي السخان الكهرباء، اتجاه الشيك بلف لاتجاه الغلايه. يبقى احنا جينا كده هنا شبكنا الراجع في بعضه، عشان جبت خط بارد برضه. خط البارد ده بادئ من هناك حضرتك اهو، خط البارد محبس رئيسي من الخط اللي جاي من الرايزر تحت. طلعنا اخدنا تيست واخدنا دخله كده، جينا بالدخله عدل اهو على طول، حطينا محبس عشان اتحكم في الميه اللي داخله للغلايه. ان شاء الله هنحط فلتر تنقيه رمله هنا. بعد كده شيك بلف بوابه بيودي ما بيرجعش، شيك بلف سوسته تلات ارباع يودي ما يرجعش، عشان الخطين ما يرجعوش ميه على بعض. يبقى الخطين دول بيضخوا في الخط اللي نازل للبارد اللي هيغذي الغلايه البارد، الغلايه الكهرباء، السخان الكهرباء. يبقى احنا كده عندنا الخط ده اللي هو الراجع اللي هو جاي من هنا، المحبس ده راجع للغلايه، بارد للغلايه، شيكات بلف بيوزعوا الميه الناحيه دي اتجاه الغلايه. هنا هيركب عداد ضغط ساعه عشان اعرف الميه اللي جايه لي من تحت من الموتور اللي تحت كام بار، عايز اعرف الغلايه داخل لها كام بار ميه. يبقى هنركب هنا العداد بتاع الضغط. نيجي الناحيه دي، شفت الخط البارد الراجع ده؟ الخط الراجع ده اهو طلع من الترومبات دي يا عم مصطفى، الترومبات دي الميه سحبت وضخت هنا، هنا الغلايه دي كده واقفه. هنشغل الغلايه للناحيه دي، هنفتح المحبس هتلاقي الميه بتخش، شيك بلف السهم بتاعه ماشي كده، هات السهم كده، السهم بتاعي ماشي في اتجاه سريان الميه. خلاص روح. يبقى كده الخط الراجع اهو، الخط الراجع جه هنا اتجمع في ته، هيطلع يدي للغلايه الغاز. هنا واحنا جايين طلعنا من الخط البارد الرئيسي، حطينا محبس، هنحط فلتر تنقيه رمله هنا، شيك بلف بوابه اتجاهه عليا، هنا عداد ساعه يقيس الضغط برضو، وجينا جمعنا في الاثنين مع بعض وطلعنا عشان ندي الغلايه الثانيه. دي تجميعه شبكه البارد والراجع. لسه هنحط السخن دلوقتي ان شاء الله باذن الله على الافزان ديت. طبعا عشان خاطر ما عنديش حيطه قلت اثبت الافزان بتاعتي واحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد، وان شاء الله باذن الله هنحط هنا زوايا، زاويه حرف ال تمسك المواسير دي، كل زاويه بتيش تمسك الشغل عشان ما يبقاش بيلق كده. انا قلت اثبت وبعد كده هبقى اعمل الزاويه لما تيجي ان شاء الله باذن الله. ودي الترومبات اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتركب على التوازي. انتظرونا في كل موجود وحصري بفضل الله، مع محمد صلاح ابو علي في عالم السباكه الحديثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.